اتحدث عن احمد كاظم، العرضيه حاضره والراسيه ايضا موجوده، لكن تصل سهله الى الحارس احمد حارس مرمى فريق دهوك. اي تهديد بدون اي خطوره، العرضيه الراسيه خطره، جول! واخيرا اتنحل عن طريق الكرات الثابته وعن طريق الراسيات. فرحه جماهير دهوك هي فرحة من شمال من الحبيب الى العاصمة الحية بغداد من قبل جماهير دهوك. هدف البرنس بالعرضية المثالية من زيار. الله على العرضية، وان كانت كرة مقوسة لكن التباطؤ والتمركز الغير جيد من دفاع فريق امارة بغداد، والكرة مرت بالواجبات الدفاعية. كريم دلي في هذا اللقاء قوية، هدف العودة الى دوري الكبار. كريم دلي يندل الماسب في المرمى، وهدف ثاني، هدف العودة الى دوري الكبار. ادهوك فوق العاصمة الحبيبة بغداد، يحلق ويطير ويعود بنسبة